فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجنب المريض الذي أصيب بمرض معجل كالزكام مثلا بأن يضع حائلا على فمه وأنفه؟ هل تجنب المريض الذي أصيب بمرض معجل كالزكام بأن يضع حائلا على فمه وأنفه، هل ذلك يخالف التوكل؟ لا يخالف التوكل، إذا ثبت أن المرض معدي فابتعد عنه على من اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب الواقية. الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يولد ممرض على مصح، لا يولد ممرض على مصح. ويقول عليه الصلاة والسلام: فر من المديون فرارة من الأسد. فهذا من اتخاذ الأسباب، وهو الحيطة واتخاذ الوقاية، فلا يعد هذا من المحذور. نعم.